بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على خير الخلق أجمعين. أما بعد، نحن في حلقة جديدة من حلقات واش عرفتي. لقاؤنا ديال اليوم غادي يكون حول المستجدات، الحالة الصحية اللي كيعيشها الإنسان، وخاصة في هذه الأيام المقبلة، ألا وهي أيام النزلات البردية. فالآن الكل يتساءل شنو غادي ندير في هذه الأيام، وخاصة أننا دوزنا صيف ما كانش فيه التعرض للشمس بزاف، وكنا ما محرومين أننا نمشيو لابلاج وأننا ندخلوا للبحر. وفعلا البحر ولابلاج والتعرض للشمس فهو مفيد جدا لجسم الإنسان. علاش؟ لأن لابو ديالنا أو البشرة ديالنا أو الجلد ديالنا فهو وزين من الوزينات ديال الإنتاج ديال فيتامين دي. فكل ما كان الجسم ديالنا معرض للشمس، كل ما كان عندنا الانتاج ديال الفيتامين دي كبير، وكل ما كان عندنا لا فيتامين دي كبيره، كل ما كان عندنا لي باتري ديالنا مشارجين. وبالتالي لما كتجي الفتره ديال البرد كدوز علينا واحد النزله، جوج ثلاثه ديال النزلات. اما الا كان الامر عكس ذلك، بمعنى اننا ما خديناش حقنا من الشمس وما مشيناش للابلاج وما مشيناش حفيانين على البلاج وما درناش ديك لا ريسبيراسيون بروفوند وما خديناش الاملاح المعدنيه اللي كتجي من بعد التهراس ديال الموجات، فبالتالي غنلقاو راسنا بان هادوك لي باتري ديالنا ما تشارجاوش. وممكن لما تجي الفتره ديال البرد اللي غيكون فيها الشمس قليله، ما غيكونش عندنا اسي باش نقاوموا هذاك العدد ديال النزلات اللي كانت غادي تكون عندنا. وعوض ما يدوز الانسان جوج ثلاثه ديال النزلات، ممكن يدوز اكثر من هاد جوج ثلاثه ديال النزلات، وممكن ان الوقر ديالهم والقوه ديالهم تكون شيئا ما مضاعفه، واللي غيتمحنوا ناس للمسنين وناس اللي عندهم امراض مزمنه، هادو هما اللي غيقدروا يتمحنوا في هاد الايام المقبله. ولكن دائما كيكون هناك الامكانيه ديال الانقاذ، وكيكون هناك الامكانيه ديال سؤال اهل الذكر، واسالوا اهل الذكر ان كنتم لا تعلمون. فتفاديا ان الانسان باذن الله ما يطيحش في هذه النزلات اللي شويه قاصحين، اشنو كنديروا؟ كنحاولوا اننا نعطيو اشياء اللي تقدر تعاون الجسم ديالنا على اساس انه يقاوم هذوك النزلات البرديه، وخاصه وان نحن مقبلون على هذه الفتره هذه اللي كتكون شيء ما حرجه لا بالنسبه للاصحاء، فما بالك للمرضى بالمرضى، فما بالك كذلك بالناس الذين يعانون من الامراض المزمنه. فكنت هناك ذكرت في حلقات ماضيه وصفه من الوصفات اللي اعطت نتائج عجيبه جدا في هذا الامر هذا، والحمد لله الكل يعني كيشكرنا عليها. غادي نحاولوا نذكروا بها، وغادي نزيدوا عليها واحد الاضافه اللي غتكون شيء ما مميزه هذه المره هذه، باش ان الفتره اللي غتكون ديال النزلات وديال البرد ما يتعرضش الانسان لشي ضربه تكون شيء ما عصيبه وقويه. فشنو هي الخلطه؟ كناخذ جوج معالق كبار ديال زيت البلديه، وكنزيد معهم معلقه كبيره ديال العسل، ومن الاحسن يكون يا اما العسل ديال الاوكاليبتوس او لا العسل ديال الدغموس. العسل ديال الاوكاليبتوس او لا العسل ديال الدغموس. وكناخذ معهم البصله، عاوتاني الا كانت البصله الحمراء غتكون كذلك احسن. وكذلك كناخذ نص بصيله حمراء، وكناخذ نص حامضه بالقشور ديالها، كناخذها بالقشره ديالها، وكناخذ واحد سنينه ديال الثوم، وكناخذ نص معلقه صغيره ديال سكنجبير، ونص معلقه صغيره ديال الخرقوم البلدي او لا ديال الزعفران زغبه. ثم كناخذ معايا 1.5 حتى 2 ديال الغرام ديال البروبوليس. هذا كله كنحاول ندخلو في الخلاط الكهربائي وكنطحنو مزيان، ثم كنصفيه. هذاك السائل اللي كنحصل عليه كناخذ منه 3 المعالق كبار قبل ما ننعس بالنسبه للبالغين، و3 ديال المعالق كبار في الوقيته اللي كنفيق في الصباح، يوميا يوميا مده ديال 10 ايام. فبها باذن الله كاين واحد من وراء هذه المعطيات هذه الكامله، كاين هناك معرفه علميه عجيبه. فإلا خديتي مثلا الحامض والدور ديالو في يعني في دحر السموم اللي كاينه في الذات ديالنا، وكذلك تنقيه المحطه ديال المعالجه ديال النفايات اللي كاين عندنا في الاورده، وكذلك الرفع ديال المستوى ديال الانتاج ديال الكريات البيضاء لتفادي بعض الهجومات الفيروسيه او البكتيريه او الخمائريه او كذلك لي شامبينيون.
فلما كناخذ هذه الوصفه بهذه الطريقه هذه باذن الله كما قلت وراءها حقيقه علميه اللي كتعطينا نتائج جد مهمه. ثم بالنسبه للوليدات الصغار يعني قل من 15 عام كنعطيهم ثلاثه د المعالق صغار قبل ما ينعسوا وثلاثه د المعالق صغار كذلك فاش يفيقوا في الصباح، وكتمشي بهذه الطريقه هذه الى ان يعني يخرج الانسان من ديك الوعكه الصحيه او من ديك النزله اللي الان الكل يتخوف منها. فاش كنقول لي زاتاك فيرال او لا الهجوم الفيروسي، ما كنقولش الفيروس يعني اكس ولا فيروس ايغريك، انا كنهضر على جميع الانواع ديال الفيروسات، جميع الانواع ديال البكتيريا. كنرفع المستوى ديال المناعه ديالي وكنخلي الذات ديالي والجسم ديالي هو اللي يقوم بالمهمه ديالو. ادكى يعني مكون اللي يقدر يقاوم جميع الانواع ديال الميكروبات وهو الذات ديالنا. حنا شنو الدور ديالنا كمتخصصين في هذا المجال؟ وهو اننا كنعطيو للذات ديالنا الاشياء التي تاخذها ياخذ الجسم ديالنا كمعول، ومن ذاك المعول كيتصدى الى كل انواع ديال الهجومات. ونتمنى من الله سبحانه وتعالى ان المغاربه ديالنا وكل المتتبعين ديال القناه ديال الدكتور محمد حسين يعني ياخذوا بهذه النصيحه هذه، وباذن الله ندوزوا هذه الفتره هذه اللي كتكون شيء محارجه بدون مشاكل صحيه وبدون وعكات صحيه. لكم مني افضل التحيات الدكتور محمد حسين.